ناخد بعضنا هنروح على حدوتة. حدوتة متعلقة بحضرتك وبيا وبكل الناس. مفيش اتنين هيقعدوا مع بعض إلا وهيتكلموا على أسعار السلع الغذائية وعلى توافر السلع الغذائية. وبما إنه استحالة يخلو حديث من البندين دول تحديدا، أسعار وتوافر، كان لازم نحن نشوف يا ترى. مثلا احنا امبارح كنا بنتكلم على الأقصر، طب ما تيجي نتكلم على القاهرة. القاهرة بالعشرين مليون مواطن، المحافظة الأكثر اكتظاظا بالسكان، العاصمة. وزارة التموين والتجارة الداخلية اشتغلت بالفعل على ضخ منتجات كبيرة من زيت الطعام والسلع الغذائية في منافذ البيع، وخدت بالها انه الأسعار لازم تبقى أقل ب 30% من المتعارف عليه أو من المتوسط العام لو صح التعبير. وكان الوزارة وهي بتشتغل على ده عاوزة تؤكد إيه؟ تؤكد معلومة عن طريق الواقع، هناك مخزون كافي من السلع يكفي احتياجات المواطنين لفترة طويلة. شوف التقرير بنفسك، وأدعوك إنك تنزل يا عم ولف على الجمعيات والمجمعات والمنافذ بتاعت الشركة القابضة وشوف بنفسك، وانزل اشتري وشوف الأسعار. الأول شوف التقرير وبكرة الصبح ابدأ. بالنسبة للسلع الموجودة دي خطة بتقدمها وزارة التموين دايما مع أي أزمة، مع أي ارتفاع في أسعار، دي حاجة أساسية. بنوفر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار أقل من السوق من 20-30%، كلها بتبقى أقل من بره، زيوت، سكر، رز، مكرونات، دقيق، سمنات، كل حاجة أقل من السوق الخارجي من 20-30%. موجود الرز بكثرة في الفرع، موجود السكر بكثرة، وموجود وعلى طول في بيان يومي بيتبعت كل يوم، بيان قد إيه ومتطلباتنا قد إيه اليوم اللي بعده، وعلى طول دايما في استمرار وارد على طول بيجي كل يوم، والناس كلها بتاخد اللي هي عاوزاها. حد أقصى في الرز 5 كيلو، بحيث إن إحنا برضه يعني نمسك السوق ده برضه، إن هي ما فيش تجار تيجي تخش تشتري أزيد من حقها، بحيث إن إحنا نوفر الرز والسكر والمنتجات الأساسية الاستراتيجية للمواطنين. أسعار هنا طبعًا أحسن من بره كتير أوي 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 أوي، يعني هنا ممكن تاخد كيسين قليل، بس ممكن يكونوا حلوين ليا، غيري لأ. سوبر ماركتات بره بتبقى مثلا بتنزل كميه اقل واعلى، هنا لا، الحاجه بتبقى متوفره اكتر وبسعر اللي هو زي بتنزل بسعر الجمله يعتبر، بس يعني هنا في كميات، بس طبعا الناس كل حاجه ليها محدود. هنا الاسعار يعني يمكن انا بشوفها يعني ارخص من بره بكتير، وحتى هم محددين ان كل واحد ياخد كميات، عشان في ناس بتاخد كميات كبيره، ودي انا مبسوط من الحته دي، ان هما كل واحد ياخد برضو الحاجه بتاعته اللي تكفيه النهارده وتكفيه بكره، ولو انطبق ده على الكلام بره الاسعار هتبقى برضو كويسه. السكر هنا مثلا موجود واسعاره سعره حنين عن بره بكتير، والرز برضو وكل حاجه والفراخ وكل حاجه، اسعاره هنا طبعا حنين عن بره خالص. كذا مره اخش هنا الاقي الاسعار كلها الحمد لله اسعار نازله وكويسه، اختلاف عن الاسعار اللي بره. هنا في حاجات كتير متوفره، يعني بالنسبة للسكر المكرونة والرز واللحوم والفراخ كلها متوفرة جامد عن بره.